الجمهورية التونسية، ولكن استقلال كان من مناضلين ومن مؤسسين ومن أطباء، وذلك علاش اليوم في إطار احتفال تونس بهذا الاستقلال لكي لا ننسى أنه محمود بن مختار الماطري تولد 11 ديسمبر 1897 وتوفى عام 1972، طبيب وسياسي تونسي كان من الموقعين على الوثيقة التونسية هذه اللي تأكد استقلال تونس. طبيب تونسي لم يقع قبول محمود الماطري في مؤسسة الصحة العمومية مثل معاصرين من الأطباء التونسيين، فافتح حياته في نهج بابن منارة بالعاصمة في منطقة شعبية، واستمر يشتغل طبيب بعد ذلك، وهو الطبيب الخاص لبي المصف بي، وكلف في عهده بقطاع الصحة العمومية، وأسندت إليه بعد الاستقلال وزارة الصحة العمومية. من جهة أخرى ترأس محمود الماطري وددية أطباء التونسيين في نهاية الأربعينات وبداية الخمسينيات، ثم بعد الاستقلال آلت إليه رئاسة عمادة الأطباء التونسيين، وتخليدا لدور الوطني أطلق اسم مستشفى أريانا بالعاصمة باسمه هو محمود الماطري. ونشط محمود الماطري خلال وجوده في فرنسا في صفوف الحزب الاشتراكي الحزب الشيوعي الفرنسي، كما ساهم في تأسيس نجمة شمال إفريقيا، وبعد عودته إلى تونس ساهم بكتابة في بعض الصحف الوطنية قبل أن ينضم إلى الحزب الحر الدستوري التونسي، وانتخب سنة 1933 في اللجنة التنفيذية رفقة الحبيب بورقيبة وجماعته الذين سيخرجون من الحزب، وأسسوا 2 مارس 1934 حزب جديد وهو الحزب الحر الدستوري التونسي، وانتخب محمود الماطري انذاك رئيسا له، في حين انتخب الحبيب بورقيبة كاتب عام، وقد ألقي عليه القبض مثل رفيقه في 3 سبتمبر في نفس السنة، ونفي إلى بنقردين بالجنوب التونسي. بعد إطلاق سراحه في 36 عاد الحزب الدستوري الجديد إلى نشاطه، وحطت القطيعة بينه وبين حكومة الجبهة الشعبية في أواخر 37، وفي هذا الإطار استقال محمود الماطري في عام 38 من رئاسة الحزب، وآلت أمور إلى مصادمات. رغم استقالته فإن محمود الماطري قاد مظاهرة في أحداث أفريل 1938 لإبلاغ الإقامة العامة بالمطالب الوطنية، وكان وزير وصعد إلى المرسى إلى كرسي الوزارة أكثر من مرة في عهد منصف بي، وانتقل لوزارة داخلية بتكليف بوزارة الصحة، وفي حكومة تفاوضية اللي ترأسها محمد شنيك وتشكلت في عام 50 وأسندت إليه وزارة الداخلية، واستمر أكثر من عامين حتى 52، وما لبثت السلطات الاستعمارية أن ألقت القبض عليه. محمود الماطري هذا هو التونسي الطبيب السياسي المناضل اللي أسس الجمهورية التونسية، تونسية اللي كانت باستقلالها تأسست على ناس بفكرة وبطموح وبأمال، وإن شاء الله يتواصل العمل على هذا المنوال. كل عام وتونس حية بألف ألف خير. الجمهورية التونسية أجرومي سيلي كيب كامل كوتي تكنيك ريدكسيون برودويب اللي أمنوا لكم أكثر من 90 دقيقة من بثنا المباشر. كان معاكم كالعادة نوفل سيف، كانت معاكم ويداد كوتي ديجيتال، وما ننسى وشي أنس في الإعداد. نتلقى غدو في نفس التوقيت، دي سيلا بي سيف يا دوما.